السلام عليكم، رجعت معكم فيديو جديد. الذوق ديال اليوم غادي يكون ذوق شرقي. بغيت نقدم معكم الفلافل او ساندويتش كيقولوا ليه الشوافل. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا ربعه من الحمص اللي كنكون رقدناه في الماء، والغدا كنصفيهم داك الماء كنشلوه. كذلك عندنا نص ربيطه ديال المعدنوس، عندنا نص بصيله صغيره، كذلك عندنا جوج فصوص ديال الثوم، وفي هذه المعلقه هذه عندي شويه ديال الحبوب ديال القزبر يابس، عندي جوج حبات ديال القعقله او الهيل، عندي شويه ديال حبوب الكمون، كذلك عندي شويه الابزار ممكن تستخدموهم طحونين الا متوفرين. عندنا هنايا جوج معالق من السميده الرقيقه، كذلك عندي نص معلقه من خماره ديال الحلوى وشويه ديال الملحه. اول حاجه غادي نبدا بها هي انني غادي نطحن الحمص والبقدونس والبصل والثوم كمرحله اولى، وغادي نتلقى معكم من بعد هذا الشيء. في هذا الاثناء غادي نطحنهم. انايا استخدمت انايا الطحانه ديال الكفته، ممكن تستخدموا اي طحان، واخا يبان لكم الحمص كيبقى حرش ماشي مشكل لانه كيبقى هكاك. فمن بعد ما غادي نطحنوهم غادي نضيفوا عليهم كي كتشوفوا معايا العطريه اللي سبقت لي ذكرت معكم، وكذلك طحنت البزار والكمون وحبه الهيل، هادو طحنتهم والقزبر يابس، عاد غادي نضيفهم كي كتشوفوا معايا. صافي، وكنبدا كنجمعها وكنأكد جوج معالق ديال السميده ضروريين. صافي كبدا كتجمع لي هكا في يدي، كنعرفها مزيان. صافي هنا غنديرها كويرات وغنخليها واحد 10 ديال الدقائق ترتاح، عاد غادي نبدا نقلي فيها. الا قلي نجربوا غير وحده، الا قليتوها وبدات كتفتت زيدوا معلقه اخرى ديال السميده، هادو من الاسرار ديال النجاح ديالها. هنايا انا فضلت انني نزيد معهم الدجاج، ممكن تخليهم غير هكاك هكا كيجيو رائعين. هنايا غنضيف نفس العطريه اللي سبق لي طحنتها قبيله، كذلك غادي نضيف شويه ديال الثومه غبره، شويه ديال الملحه، معلقه ديال الطحينه في الصدر ديال الدجاج اللي سبق لي غسلته مزيان بالحامض. صافي كنضيف جميع العناصر، كنخليه كيتتح تقريبا واحد 10 حتى لربع ساعه على ما كيشرب هذاك العطريه. انا هنا وجدته قبل ما ندير الفلافل باش يكون عندي واجد ملي نبغي نقليهم. صافي كي كتشوفوا معايا غنخلطو وغنخليه يرتاح ونرجع معاكم. كي كتشوفوا معايا هنايا صافي الدجاج راه غادي ترقد، غادي نديرو طيب بدون ما نضيف ليه حتى قطره ديال الزيت باش يجي بحال مشوي. صافي كنستمر هكا حتى كيطيب. كتشوفوا معايا هنايا ضفت حبه وحده ديال الفلافل، كي كتشوفوا راه ما كتفتتش نهائيا في الزيت، يعني راه ناجحه 100%، حتى كتاخذ هذا اللون الذهبي. كي كتشوفوا معايا كيجي المذاق ديالهم عجيب، غيعجبكم بزاف صدقوني. هنايا قديت شويه ديال المايونيز طحنته مع الثومه، كذلك غنرافقهم بالخس والمطيشه والبصله. ممكن تكفى يعني تكتفي فقط بالفلافل في الساندويتش، انا فضلت انني نزيدهم شويه ديال الدجاج على شكل شاورما بنفس العطريه ديال الشاورما، داكشي علاش قلت لكم سميتهم شوافل، يعني ما بين الفلافل والشاورما. صافي هنايا كنضيف الخس، كنضيف عليه شويه ديال البصله، كناخذ الفلافل كنضيفهم وشويه ديال الدجاج، كنضيف عاوتاني توميه، وكنضيف ثاني شويه ديال المطيشه، شويه ديال البصيله وشويه ديال الخس. كنستمر على هذه الطريقه حتى كنتالي لي ساندويتش كاملين، وكنغطي عليهم باكي الومنيوم باش يجيونا ساهلين. كما قلت لكم هذا الخبز اللي استعملت انا كيكون رقيق بزاف، اللي سميتو البيتا بريد، ممكن تستعملوا فقط المخامر ديالنا. صافي وغنكمل ونتلاقاو مع الشكل النهائي. كان هادو هما السندويتشات ديال الفلافل وشاورما شوافل، كنتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم. نلقاكم في فيديو جديد مع ذوق جديد، خليو لي التعاليق ديالكم. وفي امان الله، مع السلامه.